أبداً. كأني حاسة أنك فرحان كتير بتعاستة لفيديكا وعم تشمت. لهذا السبب رحت على المستشفى اليوم، مو هيك؟ إيه إيه صح. حاجتك حكي هلأ ونفذ اتفاقنا، ما بدي ولا غلطة. إيه خلص ارتاحي، ما رح يصير شي سيء. بكل صراحة يا مدام، أنا فرحان من كل قلبي لأني عم ساعدك. طيب قوم هلأ وشوف شغلك فوراً. أكيد أكيد يلا. مين اللي إجاني هلأ؟ أصلاً تعبان أنا، رح شوف مين. ها انتي ليش زعزي حالك فيديكا؟ إذا كان حزنك مشان موضوع الشهادة ضد سهيل والتهمة تبعه، أنا فعلياً ساعدتك، يعني مو انتي اللي كان بدك سهيل يطلع نهائياً من حياتك ومن بيتك، وأنا نفذت، افرحي. بندي حاول تفهم علي. أصلاً هذا اللي عم بعمله من أول القصة. شو بدك هلأ؟ أنا جاهز، روح غير إفادتي، يعني ممكن هيك تفرحي؟ ها؟ شكلك معجبة فيه كتير لهذا الصبي، أو بتحبيه عن جد؟ أنا ما إجيت لهون لحتى أحكي عن مشاعري، كان كل هدفي لما إجيت إنك تدير بالك مشان سهيل ما يتعذب أكتر، لأنه هو شخص بريء وبدي اياه يطلع بأقرب وقت ممكن من السجن. انت بتعرف انه هو حالياً بالسجن لأنك شهدت ضده بالزور، ولو انت ما تدخلت كان سهيل ونيدي يحلوه، بس بسبب إفادتك هو هلأ صار مجرم. مع العلم انت متأكد انه هو ما إله ذنب، أنا كنت لما تخانقوا، وسهيل أكيد ما دفش لنيدي عن قصد لأنه مستحيل يعملها. حلو فيديكا حلو، شكلك بتوثقي بسهيل كتير. لو تعرفي شو بتمنى هالثقة هي، يا ريتني محله وتوثقي فيني لو شوي، كنت بعمل شو ما بدي. انت ما بتستحي على حالك؟ شهدت شهادة زور لتخلي شاب بريء يفوت على السجن، بعملتك هي خربت له حياته، مانك خجلان ابدا؟ خلي عندك شوية رحمة سيد بندي، إذا حابب تكون سيء بحق حالك فما فيني اجبرك، بس خليك أمين ولا تأذي حدا، اثبت لي العكس واسحبها لإفادتك. الحقيقة أنتي مرة حلوة، وجاي على بالي ضل عم بتطلع عليكي كل النهار. شو كان بدك؟ شو طلباتك؟ خليني أحاول أتذكر. كون صادق. معك حق يا فيديكا، أنا فعلا كتير بحب وبحاول كون إنسان صادق عن جد، بس كمان بحبك. اشرحي لي كيف بدك ياني كون إنسان صادق مع المرة يلي ما بتفوت ولا فرصة قد ما كانت صغيرة لتهيني وتقلل من قيمتي. أنا هلأ عم اترجاك سيد بندي تصلح هاي الغلطة، انت الوحيد اللي قادر تساعده لسهيل، لو سمحت عم اترجاك رجاء لا ترفض لي هالطلب. لا لا ما فيني على هذا الكلام، لا تقولي. فهم علي سهيل، انت بالنهاية بتضل زوجة لنيدي. طيب يلي صار صار، مننسى الماضي منيح، بعدك كل شي رح يتحسن.
بتوقع أنك ذكية، ولأنك بتكوني إما لنيدهي فما بظن همك الوحيد هو براءتي. لهيك بتمنى تحاكيني بصراحة. يا ريت تقليلي شو بدك من الآخر. حلو، طالما لقينا لغة نتفاهم فيها فهيك بيكون أريح. بس ما تفكر إني بتمنى لك السوء شو ما صار. أنا نيتي طيبة تجاهك ابني ساهل. أنت بتكون زوج بنتي وهي سعادتها من سعادتك أكيد. هي أمنيتها أنك تعيش معها. لهيك عندي طلب واحد، بتمنى أنك ترجع على البيت وتعيش أنت ومرتك بسعادة. شو صهري؟ بتنفذ طلبي؟ كتير تأثرت، والحق معك. إيه؟ مثل مشايفة أنا متهم بجريمة ما إلي ذنب فيها ومحطوط هون، لهيك ما حدا مهتم إذا خنقتك. شبكي؟ رعبتك؟ لا تورجيني وشك مرة تانية أبداً. ما عندي استعداد اسمعك. حطي ببالك أنا ما عندي مشكلة أقضي كل حياتي بهذا السجن، بس ما رح أبلى نيدهي ولا رح أتركها لفيديكا. هذا الشيء مستحيل. لهيك يا حماتي يلا روحي من وشي. أنت برأيك لإمتى رح يضل سهيل بالحبس؟ مسكين هالشاب بتزعل قصته. بما إنه بيهمك رح فكر بالقصة، بس بصراحة أنا عندي مشكلة. أولى، ما فيني أسحب إفادتي ببساطة يعني هيك بلا مقابل، بس إذا بتعطيني مقابل أنا فوراً بنزل وبسحبها. مصاري؟ لا لا، مو هيك قصدي أبداً. صح أنا سيء بس ماني طماع، مستحيل أطلب مصاري، مو حلوة مني. لا 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 لا، خليني أفكر هلأ شوي. شو لازم أطلب؟ مثل شو؟ مثل شو؟ أنا محتار. ما عم يخطر ببالي غير شغلة واحدة. أنا سمعت إنه أنتي بترقصي بطريقة حلوة كتير. بالمسابقة كنتي مميزة، واحدة ما في مثلها. شو رأيك ترقصي شوي؟ رح كون مبسوط إذا شفتك وإنتي عم ترقصي بطريقة مميزة. إنت كيف بتتجرأ تحكي هيك؟ لا فيديكا، لا ترجعي تفهميني غلط. بعدين انتي لا تاكلي هم شي، بوعدك حافظ على سمعتك وما جيب سيرتك ابدا. يعني ما عم بطلب منك تطلعي ترقصي بمكان عام هون بيناتنا. ايه انا ومعي شوية رفقات مقربين لإلي. شو اعمل؟ انا بحب عيش هالشغلات هي، يمكن راحت علي، بس انتي رجعتي الفرحة والأمل لقلبي. لهيك أنا بدي ترقصي لنا. حابين نشوف رقصك. خلينا نرجع نكون مبسوطين شوي. طيب هذا هو أقل شي ممكن تعملي لتنقذي سهيل، مو هيك؟ شو؟ من كل عقلك لساتك عم تفكري؟ ما فيك كرماله تضحي شوي؟ ماما وين كنتي لهلأ؟ كنت ناطرتك. يلا خلينا نروح على الشرطة لنشوف ساهيل، بيكون بحاجتنا كتير بلا ما نتأخر. لا يا آريا، انتي ما في داعي تروحي على مركز الشرطة. ساهيل حيطلع عن قريب، وقتها بيكون فيكي تشوفي. لا ماما، بدي اشوف ساهيل هلأ. ماما، ساهيل كان دائما يساعدنا وهلأ صار دورنا نحن. اصلا كل هذا بسبب نيدهي، ما بعرف كيف اتزوجه. مرة تانية لا تحكي بشغلات الكبار. خلينا نفرض انه نيدهي مفكرة انه ساهيل دفش عن قصده وما كانت حاسة. لا ماما، ساهيل ما بيعمل هيك شيء. نيدهي هي اللي عم بتكذب. ماما، بنتك صارت كبيرة.